أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني السلام عليكم، معكم الأستاذ أوراق محمد الأمين في ثالث فيديو تعليمي في مادة الفيزياء. واليوم إن شاء الله سنواصل مراجعة ميدان الظواهر الميكانيكية لسنة الرابعة متوسط. في الحصص الماضية رأينا المقاربة الأولية للقوة، بعد ذلك تطرقنا إلى فعل الأرض أو الثقل، ثم في الحصة الثانية تطرقنا إلى توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى. واليوم إن شاء الله سنتطرق إلى نقطة دافعة الخميس، وهي الوحدة الرابعة في هذا الميدان. النقطة الأولى في دافعة الخميس هي تعريفها هي قوة دفع السوائل للأجسام إلى الأعلى. نعرف أن السوائل عندما يدخل فيها أي جسم فإن هنالك قوة تدفعها إلى الأعلى. هذه الدافعة اكتشفها أرخميدس، وهو فيلسوف يوناني في القرن الثالث قبل الميلاد. بالنسبة للرمز، الرمز هو FA، فورس أرشيمد، يعني فورس دارشيمد هي دافعة أرخميدس. هذا بالنسبة لرمزها. نمر الآن إلى مميزاتها. المميزات لدينا المبدأ في هذه القوة، قوة دافعة أرخميدس هي قوة تلامسية، لكن التلامس ليس في نقطة واحدة، بل التلامس يشمل كامل سطح الجسم المغمور، أو يعني الجزء المغمور من الجسم. لذلك المبدأ سيكون مركز الجزء المغمور من الجسم، يعني يجب أن نذهب إلى الجسم نبحث عن المركز، إذا كان مغمور كليا وإذا كان جزئيا نختار مركز الجزء المغمور. بالنسبة للمنحى، المنحى هو شاقولي أو عمودي. بالنسبة للاتجاه يكون نحو الأعلى. بالنسبة للشدة، الشدة تحسب بطريقتين، الآن هذا ما يأخذنا إلى طريقة حساب دافعة أرخميدس. لحساب دافعة أرخميدس هنالك قلنا طريقتين. الطريقة الأولى هي باستعمال القانون التالي: FA تساوي P ناقص P فتحة، دافعة أرخميدس تساوي الثقل ناقص الثقل الظاهري. الثقل نعرفه طبعا، يمكن قياسه باستعمال الرابعة، نعلق فيها الجسم فتعطينا الثقل مباشرة. أما الثقل الظاهري، ما هو الثقل الظاهري؟ الثقل الظاهري هو ثقل الجسم لكن عندما يكون مغمورا داخل الماء، يعني لقياسه نأخذ ربيعة نعلق فيها الجسم ونغمره داخل الماء، وبالطبع ستكون قيمته أقل من الثقل. الآن في حساب دافعة أرخميدس نأخذ الفرق بين هاتين القيمتين، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لحساب دافعة أرخميدس، سنحتاج إلى حساب ثقل السائل المزاح. نعرف أن أي جسم يغمر داخل الماء سيزيح كمية من السائل، طبعا سيرتفع مستوى السائل إذا كان في إناء، أو سينسكب إذا كان الإناء ممتلئ. الآن هذا السائل الذي انزاح سنحتاج إلى حساب ثقله. الثقل حتى نحسبه نعرف القانون، هو M في G، الكتلة في الجاذبية، لكن كتلة ليست كتلة الجسم، هي كتلة السائل، لذلك نكتب هكذا M ليكيد. الآن نحتاج إلى حساب أو معرفة كتلة هذا السائل الذي أزيح ونضربه في الجاذبية، هذه هي الطريقة الثانية. الآن الطريقة الثانية هذه يمكن حسابها بطريقة أخرى. الطريقة الأخرى حتى نحسبها نحتاج إلى العودة إلى السنة الأولى متوسط. في السنة الأولى متوسط رأينا ما يسمى بالكتلة الحجمية. الكتلة الحجمية رمزها هو رو، هذه تساوي الكتلة على الحجم. الكتلة الحجمية هي الكتلة على الحجم، ومنه
نستنتج هنا أن الكتلة تساوي ماذا؟ تساوي الكتلة الحجمية في الحجم، تساوي رو في في. الآن نستغل هذا القانون، لدينا الكتلة أو لدينا دافعة أرخميدس تساوي ثقل سائل المزاح وتساوي أم ليكيد في الجاذبية. الآن ماذا نفعل؟ نأخذ أم هذه نعوضها بماذا؟ برو في في، فتصبح ماذا لدينا؟ رو في في وتبقى الجاذبية. رو طبعا هو كتلة الحجمية أو كثافة السائل، أما في فهو حجم السائل وهو نفسه حجم الجسم. إذن ماذا يصبح لدينا؟ نكتب هنا القاعدة F R يساوي P ليكيد ويساوي رو ليكيد في V في G. إذن هذه هي طرق حساب دافعة أرخميدس. الآن ننتقل إلى النقطة الموالية. النقطة الموالية هي العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس. العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس، نلاحظ هنا تزداد دافعة أرخميدس كلما العامل الأول كلما زادت كثافة السائل. طبعا هذه العوامل نستنتجها من هذا القانون. تلاحظون هنا أنه الكتلة الحجمية للسائل وما أو ما يعني أنه كثافة السائل هي مؤثرة. إذا زاد هذا الرقم أو هذه القيمة ستزداد معها دافعة أرخميدس. العامل الثاني وهو حجم الجسم المزاح، كلما زاد حجم الجسم المغمور طبعا كلما يزيد حجم الجسم المغمور سيزيد معه حجم السائل المزاح. إذن هذه هي العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس. ويمكن أن نأخذ هذه الأمثلة. كثافة السائل، نعرف أنه كثافة الماء ماء البحر هي أكبر من كثافة الماء العادي، ولذلك نعرف أنه السباحة في البحر هي أسهل من السباحة في المسبح، لأنه سيساعد على الطفو أكثر. أما بالنسبة لدافع الحجم الجسم المغمور، هذه نأخذها من الحساب أنه كلما زاد حجم الجسم المغمور سيزداد سائل المزاح، وبالتالي ستزداد دافعة أرخميدس. آخر نقطة في دافعة أرخميدس هي شروط التوازن أو شرط التوازن وتمثيل دافعة أرخميدس. طبعا أي جسم نرميه في السائل أو في الماء يمكن أن يعطينا ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن الجسم يغوص مباشرة داخل الماء وينزل إلى قاع الإناء. الحالة الثانية أن الجسم يبقى يطفو فوق الماء أو يدخل ثم يعود ويطفو داخل الماء. الحالة الثالثة الجسم يبقى متوازن، وهي حالة نادرة قليلا نراها في مثلا الغواصات خاصة، لأنه نتحكم في الكتلة والحجم لهذه الغواصة. نبدأ الآن بالحالة الأسهل وهي حالة التوازن. في حالة التوازن رأينا من قبل أن الجسم عندما يكون خاضع لقوتين متعاكستين في الاتجاه ولهما نفس المنحى ومستويتان في الشدة، فهذا الجسم سيكون في حالة توازن. نبدأ برسم القوى في حالة التوازن. في هذه الحالة يكون لدينا قوتان. القوة الأولى هي الثقل، نبدأها من مركز الجسم وتكون نحو الأسفل، رمزها هو P شعاع. القوة الثانية هي دافعة أرخميدس. بما أن الجسم كله مغمور فإن المركز سيكون هو مركز الجسم وتكون بنفس قيمة قوة الثقل، رمزها هو F A شعاع. إذن هذا بالنسبة لي حالة التوازن. القوتان لهما نفس المنحى، لهما نفس الشدة ومتعاكستان في
الاتجاه. نمر إلى حالة الغوص. في حالة الغوص سبب الغوص ما هو؟ بما أن الجسم ينزل نحو الأسفل يعني أن قوة الثقل ستكون أكبر من دافعة الخميس. يعني لدينا هنا نبدأ بالثقل، نرسم قوة الثقل في شعاع، لكن دافعة الخميس تكون أصغر منه، هي F شعاع. لكن يأتي سؤال هنا، لماذا الجسم متوازن رغم أن الثقل هو أكبر من دافعة الخميس؟ هنا نجيب أنه توجد قوة ثالثة وهي رد فعل قاع الإناء أو سطح هذا الإناء، وهي أيضا تدفع نحو الأعلى. نرمز لها مثلا ب R شعاع، يعني أنه هنالك ثلاثة قوى، وبالتالي قوة الثقل ستكون تساوي مجموع قوتي رد فعل السطح ودافعة الخميس. يعني نستطيع أن نكتب هنا أنه P أكبر من دافعة الخميس، وفي نفس الوقت P قيمة P تساوي مجموع القوتين FA زائد R، أو ممكن أن نقول أنها إذا وضعناها بالعلاقة الشعاعية فتكون P تساوي ناقص FA ناقص R شعاع. هذا بالنسبة لي الحالة الثانية، بينما هنا لدينا P تساوي FA. طبعا في القيمة، عفوا، هنا لا يوجد أشعة. نأتي إلى هذه الحالة، حالة الطفو. في حالة الطفو لو نسأل سؤال، لماذا يطفو الجسم؟ يعني لماذا يصعد الجسم؟ صعود الجسم دليل على أن دافعة الخميس أكبر من الثقل، لكن الجسم بعد أن يتوازن تصبح القوتان متساويتان. لماذا؟ لأنه لما كان الجسم مغمور كليا كانت دافعة الخميس أكبر، بمجرد أن يبدأ في الصعود حجم الجسم المغمور سوف يبدأ يتناقص، كلما تناقص الجسم المغمور الجزء المغمور ستتناقص دافعة الخميس، وتبدأ تتناقص إلى أن تصبح مساوية للثقل، وعندها سيتوازن الجسم. يعني إذا أردنا أن نرسم الآن الثقل في هذه الحالة، دائما نرسم الثقل من المركز بي شعاع، لكن دافعة الخميس سوف نبحث عن مركز الجسم المغمور، سيكون بالتقريب في هذه النقطة، ونرسمها بنفس طول قوة الثقل هي FA. إذن لدينا FA تساوي الثقل، لكن حجم الجسم الجزء أو حجم السائل المزع هو أقل من الحجم الكلي للجسم، وبالتالي في حالة الرسم نرسم في حالة التوازن نرسم قوتان متساويتان، لكن تفسير سبب صعود الجسم أو طفو الجسم أن دافعة الخميس هي أكبر من قوة الثقل في هذه الحالة، بينما في حالة التوازن هو متساويتان، أما في حالة الغوص فقوة الثقل أكبر من دافعة الخميس. كان هذا كل شيء فيما يخص مراجعة دافعة الخميس، وبهذا نكون قد أنهينا كامل المراجعة لميدان الظواهر الميكانيكية، ولا تبخلوا علينا بأي سؤال أو أي ملاحظة فيما يخص هذا الشرح، وأرجو منكم نشر على أوسع نطاق لتعم الفائدة. كان معكم الأستاذ أوراق محمد الأمين، ونلتقي إن شاء الله في شروحات أخرى أو تمارين أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.